هجمات أمريكية كثيفة وشرسة من البحر والجو على اليمن، والجيش اليمني يرد بمهاجمة سفن واشنطن ولندن بالمسيرات والصواريخ والمراكب المفخخة. الهند تدخل 12 سفينة للحماية في البحر الأحمر، وإيطاليا تصرح من المستحيل وقف هجمات الجيش اليمني. الرئيس الأمريكي يوقع مرسوم عقوبات ضد المستوطنين في الضفة الغربية، وتل أبيب ترد بغضب. الولايات المتحدة تقدم صفقة لوقف إطلاق نار الدائم في القطاع، فهل تنجح؟ بينما قطر تعلن عن اقتراب موعد الهدنة، وبشكل غريب ومريب زيلنسكي يقيل رئيس إدارة الأمن القومي الأوكراني، والاتحاد الأوروبي يحقق الاختراق الأهم في اجتماعه لأجل كييف، والعديد من شركات الأسلحة الأمريكية ترفض توقيع العقود مع البنتاغون. أبو اليمن يرد على الفور. بعد ليلة وصفت بالصعبة تحت وقع الضربات الأمريكية، لم يتأخر الرد اليمني، حيث أفادت المصادر بأن أبو اليمن كان قد أطلق صاروخا من أحد معسكرات محافظة إب باتجاه البحر. هذا وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت تقريرا عن حادثة على بعد 57 ميلا بحريا غربيا ميناء الحديدة في اليمن، ولفتت إلى أن الانفجار وقع على مسافة بعيدة على ميمنة السفينة. هناك أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية توجيه ضربة ضد طائرات مسيرة ومحطات تحكم أرضية تابعة للجيش اليمني، ونقلت رويترز عن مسؤول أمريكي أن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية أسقطت ثلاث طائرات مسيرة إيرانية وصاروخا باليستيا مضادا للسفن تابعة لحكومة صنعاء في خليج عدن. وأضافت القيادة أن قواتها دمرت مركبا مفخخا مسيرا تابعا لحكومة صنعاء في البحر الأحمر، ليخرج زعيم صنعاء عبد الملك الحوثي ويؤكد أن هناك جهوزية قوية لاستهداف في أي سفينة وجهتها نحو تل أبيب، كاشفا عن حصيلة عمليات جيش بلاده خلال أسبوع بعشر عمليات في البحر الأحمر ومضيق باب المندب استهدفت السفن المرتبطة بالعدو العبري والأمريكي والبريطاني. وكان مسؤولون هنود قالوا إن نيودلهي نشرت ما لا يقل عن 12 سفينة حربية قرب البحر الأحمر لتوفير الحماية من القراصنة. وأضاف المسؤولون أن البحرية الهندية قد قامت بالتحقيق مع أكثر من 250 سفينة وزورقا في الوقت نفسه الذي تركز فيه القوة الغربية على هجمات الجيش اليمني، ولم تنضم الهند إلى قوة المهام التي تقودها الولايات المتحدة في البحر الأحمر، وليس لديها أي سفن حربية هناك. ولنتصفح المصدر. هناك قال وزير الدفاع الإيطالي جيدو كروسيتو إن الضربات الأمريكية البريطانية ضد الجيش اليمني قلصت نشاطهم إلى النصف، لكن من المستحيل وقف هجماتهم بالكامل، متابعا أن مهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر ستشمل ثلاث سفن على الأقل، إحدى سفينة إيطالية، إضافة إلى الاستطلاع الجوي والأقمار الصناعية والدعم اللوجستي. بالعودة إلى الولايات المتحدة، حيث وقع الرئيس جو بايدن أمرا تنفيذيا لاتخاذ إجراءات جديدة تستهدف الأنشطة التي تقوض السلام والأمن في الضفة الغربية، بما في ذلك استخدام العقوبات. وأشارت الإدارة إلى أن الجولة الأولى من العقوبات جرى تقديمها وشملت 4 أشخاص. هناك قال متحدث البيت الأبيض جون كيربي إنه لا توجد خطط لاستهداف المسؤولين الحكوميين العبريين بالعقوبات حاليا، مضيفا أنه تم إبلاغ الحكومة العبرية بالأمر التنفيذي المتعلق بالضفة الغربية قبيل إعلانه. هنا نتصفح المصدر. ليرد وزير الأمن القومي العبري إيتمار بن غفير أنه حان الوقت لتعيد الولايات المتحدة النظر في سياستها تجاه الضفة الغربية، مضيفا أن بايدن مخطئ فيما يتعلق بالمواطنين العبريين والمستوطنين الأبطال. هذا وتعمل الولايات المتحدة على تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في القطاع عبر صفقة من 3 مراحل. ونشرت صحيفة وول ستريت جورنال مسودة الاتفاق وقالت إن المفاوضين ينتظرون رد الفصائل، فيما نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن مراجعة الخيارات المتعلقة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية كانت من القضايا التي طلب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن من الوزارة النظر فيها. وأضاف الموقع أن بلينكن طلب أيضا مراجعة شكل دولة فلسطينية منزوعة السلاح بناء على نماذج أخرى في العالم. على ذات السياق، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن تل أبيب وافقت على مقترح وقف إطلاق النار في القطاع، لافتا إلى أنه لدى الدوحة تأكيد إيجابي أولي من الفصائل نحو المقترح. وقال يقولون لصحيفة وول ستريت جورنال عدد من العقبات الخطيرة تجعل التوصل إلى هذا الاتفاق صعبا، ولكن في حال تم التغلب عليها يمكن التوصل للاتفاق في غضون أسبوع إلى 10 أيام.
الدعم الأوروبي يصل أخيراً. دول الاتحاد الأوروبي تجتمع، والمستشار الألماني أولاف شولتز يقف مطالبا الشركاء الأوروبيين بتعزيز دعمهم العسكري لأوكرانيا، محذرا من أنه لا يمكن الاعتماد على ألمانيا وحدها في ذلك. هناك وبعد تجاوز عقبة هنغاريا التي لطالما عرضت دعما طويل الأمد لكييف، تحقق الاختراق الأهم في قمة بروكسل، وتوافق قادة الاتحاد الأوروبي على تخصيص 50 مليار يورو كمساعدات إضافية لأوكرانيا على مدى 4 سنوات. كما بحث الزعماء الأوروبيون سبل تسريع المساعدات العسكرية المقدمة لكييف، وكان مجلس الأوروبي قد أكد الحاجة الملحة للتعجيل بتوصيل الذخائر والصواريخ لدعم الجيش الأوكراني. وهنا يتحدث المصدر. كما قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، إن الولايات المتحدة ليس لديها بدائل للدعم العسكري لأوكرانيا بدون موافقة الكونغرس على طلب الرئيس جو بايدن. من جانبها قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن العديد من شركات الأسلحة الأمريكية ترفض بعض العقود مع البنتاغون لتطوير أنظمة سلاح متقدمة لمواجهة التهديدات الخارجية خوفا من الخسائر المادية. وهنا صرح رئيس الوفد الروسي في مفاوضات فيينا حول الأمن العسكري والحد من التسلح كونستانتين غافريلوف لقناة روسيا 24 أن الاتفاق التي وقعته هولندا وألمانيا وبولندا بشأن إنشاء ممر عسكري لنقل القوات ما هي إلا استفزازات يريدون من خلالها نقل القوات والمعدات إلى بولندا ودول البلطيق أسرع بكثير، على الرغم من أنه ليس لدينا أي نية لمهاجمة أو استفزاز الناتو، ومن الواضح أنهم يأتون إلى هذا الاستفزاز وفق تعبيره. على الأرض الأوكرانية كان فلوديمير زيلينسكي وقع مرسوما بإقالة رومان سمينيشينكو من منصب رئيس إدارة الأمن القومي بجهاز الأمن الأوكراني بشكل غريب دون ذكر الأسباب، فيما ذكر الخبير البريطاني ألكسندر ميركوريس أن زيلينسكي جعل البلاد أقرب إلى أزمة سياسية خطيرة من خلال محاولته إقالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية فالوري زالوجني. وأضاف ميركوريس أن الرئيس يحاول التخلص من القائد العام لكن الجنرال يقاومه. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أوكرانيا استخدمت نظام باتريوت الأمريكي لإسقاط طائرة روسية عسكرية الأسبوع الماضي في بيلغوراد وتوفي كل من فيها. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 805 عسكريين أوكرانيين وإسقاط 68 مسيرة أوكرانية على مختلف المحاور خلال 24 ساعة.